في مبادرة تانية برضو يمكن اتصرف عليها دلوقتي اكتر من 400 مليون جنيه، لكن احنا مخصصين لها مبالغ اكبر. هي مبادرة احلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، بدل ما يبقى عندنا سيارات متقدمة وسيارات قديمة، بندي فرصة للتمويل ميسر جدا لصاحب السيارة ان هو يرجعها، ويقدر يدي تمويل ويختار من عدد من الشركات سيارة جديدة تعمل بالغاز او الهايبر، بحيث ان يقدر ندي فيها منحة لكل سيارة. ندي كمان بندير برنامج بيدي تمويل ميسر جدا. يمكن حتى الان 28 ألف سيارة هو مستفيد استفادوا من هذه المبادرة،